الفنان إبراهيم يسري ممثل مصري معروف طبعا، هو التحق بكلية التجارة ودرس بيها سنتين ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 75. هو توفي عن عمر 65 سنة، وكان في يوم 20 أبريل اللي هو تاريخ ولادته ورحيله الله يرحمه. هو شارك في عديد من الأدوار وفي أشهر المسلسلات مثل شخصية فهمي فراويلة في الجزئين الأول والثاني من المال والبنون. هو اتجوز من السيدة مها يسري اللي هي في الصور ديت معاه، ولديهما ابنين رنا ومحمد يسري اللي بقى ممثل زي والده. وكان محمد يسري قال عن والده انه كان زوج رحيم وعظيم، وجمعته ووالدته قصة حب كبيرة منذ طفولتهما وكانت اكبر واقوى من اي ظروف، وقال ان والده كان بيكره الوساطة في الشغل.